ما زلنا نلكمل ابريتس الجهاز الدمعي. بالنسبه للجهاز الدمعي هم كلمتين اخفاق نضاف. من ايش تكون؟ تكون من جلان اللي هي لاكريمال جلان، تمام، تفرز في العين، العين بالضبط يعني على الكورنيا وعلى الكونجكتيفا او السبيرا، تمام. في جزء اللي هو اخراج اللي هو يسحب في الدموع الزايده، تمام، اللي هو عباره عن لاكريمال ساك والنيزو لاكريمال لاك، ماشي. بالنسبه للاكريمال جلاند لو انت بتجي تشوفها في الهيستولوجي حتلقى عده جلاندات تتذكر السيروس جلاند كيف شكله، تمام، كيف شكلهم يعني حتلقاهم ماخذين الصبغه خاصهم جرانيولز دلاله على انهم معديات البروتينات كلام فارغ هو انت الهيستولوجي انهم ووتر سكريشن وصلنا تفرز ووتر سكريشن لاكريمال جلاند تعبي في العين في الوتر سكريشن، تمام. فهذا ثانيه عندها من 6 ل 12 فيول. بالإضافة طبعا احنا قلنا ان في جوبلت سيل خاصة في البلبيبرا الكونجكتايفا بالإضافة للاكريمال جلاند، وعندك ميبوبين جلاند وسيست جلاند. فعندك لاكريمال جلاند تفرز في ووتري، جوبلت تفرز في الميوكس، تمام. انت هنا عندك اكثر من افراز، تمام، عندك اكثر من افراز للعين، تمام، يدير لك ثلاث طبقات اللي هم ليبيد جلايكوبروتين ووتر. فالليبيد شو فكرتها؟ اللي بتفكرها ان هي تجي على برا باي تمنع ايفابوريشن، تمنع تبخر الميه، يعني الميه هي تجي على العين عشان ما تتبخرش، باي يعني هي وظيفه ضروري ما تقعد الميه هي باش تدير لابريكيشن، تدير شنو؟ تدير لابريكيشن للعين، تمام، ترطب العين. الحاجه الثانيه شنو؟ عندك جلايكوبروتين ووتر. جلايكوبروتين كسبلاي مثلا للكورنيا، كنيوتريشن تغذيه للكورنيا والميه حتى هي كنيوتريشن، ما هي بس ولابريكيشن وتقعد كمرتب العين، ماشي. كذلك الكورنيا دايره حاجه هي الخلايا بتاعها دايرين زي المايكروب والله باش يزيدوا يشدوا الميه، ماشي. الميه الزايده من لك الميجلان وين تمشي؟ الميه الزايده تمشي لو طبعا هذه العين اليمين، ماشي، العين اليمين كيف عرفتها؟ لان هنايا هذا كله شنو؟ عبارة عن نيزل ساينس، تمام، تجويف الأنفي، يعني هو يعني المفروض هذا الخشم قصينا، ماشي. شنو يصير هنايا؟ عندك هنايا في حاجة قنية صغيرة فوق، قنية صغيرة لوطة، صغير قناة، سوبيريور كانانيكيلوس وانفيريور كانانيكيلوس، ماشي. الصوص يجمعوا في دموع، لما يجمعوا الدموع والصوص يجمعوه في قناة مركزية كومن كانانيكيلوس، تصب وين؟ كيس اسمه لاكريمال ساك، كيس الدمعي، كيس الدمعي بعدين بيرفع الدموع، طبعا بينزل جهه النوز في الخشم، اسمها نيزو لاكريمال دكت، بتفرغ به. واخذينه كذا ريسبيراتوري تراك، صح ولا لا؟ واخذين ريسبيراتوري تراك سواء في الهيستولوجي في الكليه او في التراكس في الاناتومي. ما اعتقدش يقولوا لكم تراكس في الاناتومي، لكن به. هنا حنقول لك في ثلاثة ثنيات وسط النوز، مغلفات الإبيثيليوم، تمام، الثنيات هما تاع العظم، تمام، مغلفات الإبيثيليوم. شنو يسموا فيهم؟ طبعا البيانات التجويف يسموا فيهم مايتوس، تمام، سوبيريور نيزل مايتوس، ميدل وفي انفيريور. السؤال وين تفتح لك نيزو لاكريمال داكت؟ تفتح في الانفيريو نيزل مايتس، انفيريو نيزل مايتس، طبعا البروزات اسمها كونكا، سبيريو وميدل وفير كونكا، تمام. اذا تم تفتح وين؟ في الانفيريو نيزل مايتس، انفيريو نيزل مايتس. ما اعتقدش السؤال على حاجه يا باي، لكن المهم ما قلناها خلاص، ماشي. الحمد لله تمينا الاي ستراكشر توتوريال، يعني شرح تركيبه العين، جزء النظري العين من شابتر سبيشال سنس. ان شاء الله وفقت شرح الشابتر، ان شاء الله ربي يوفقكم، توفيق للجميع.